اقوى خط دفاع. وفضل شباب بتتكلم على ثنائي، وانا بضيف للثنائي ده الضلع الثالث اللي هو وراهم، الراس المثلث اللي هو حارس المرمى. طبعا حارس المرمى زي ما الكابتن ماهر بيقول، العلاقه دايما اقرب علاقه ما بين السردباكين وحارس المرمى. بالظبط. شايف اداء الشناوي ازاي الفتره الاخيره؟ هايل هايل بصراحه، يعني ربنا يحميه، يعني حاجه جميله جميله. وبعدين انا من كان في مداخله مع كابتن شوبير مع الشناوي، حاجه محترمه. ايه التواضع ده والجمال ده؟ اتكلم على الرضا والقناعه وجالنا هنا واتكلم بالطريقه دي، والحقيقه هو والنادي الاهلي وبيتي وانا عندي عروض جيالي واشتري التاريخ واحترافيه بشكل كبير، لكن انا حابب اكون في هذا المكان، حابب اكون موجود في النادي الاهلي. وعايز اقول لك حاجه هاني، ان سبحان الله الرضا والقناعه دي بتعوض لي حاجات كتيره جدا 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 جدا، وربنا بيحميه وربنا بيعوضه. الشناوي صبر برضه كتير، يعني الشناوي راح وجيه وكان بيحاول انه يكون رقم واحد، وقعد فتره يتمرن بشكل كويس. فعايز اقول لك كمان اللي الفكر بتاعه وصبره وكمان قناعته انه لازم يكون متواجد في النادي الاهلي، هو ده اللي خلاه دلوقتي بهذا الاداء المميز جدا جدا. جميل جميل التواضع والرضا ده، ربنا بيبارك بشكل كبير يعني. وبعدين هو بيتكلم على ان انا عايز ابقى تاريخ في النادي الاهلي، عايز اتعايش مع الناس، بصص لقدام، عنده بعد نظر. كمان معلول برضك سمعت له حوار جميل قوي بصراحه مع اسامه، ان انا عايز انهي حياتي في النادي الاهلي. شوفوا الراجل التونسي جاي، راجل محترف، لما عاش في الجنه بقى اللي موجوده جنه النادي الاهلي، قال لك لا يا جماعه دي حاجه خياليه، انا ما شفتش كده ابدا بصراحه. واتمنى ان انا حياتي في النادي الاهلي حاجه. ما هو البحث عن البطولات برضو امر يعني مش سهل ومش موجود عند اي نادي، مش عشان في النادي الاهلي بنقول كده والله. بالزبط. هو ده دي حقيقه، دي حقيقه بالارقام وبالانجازات، انت رقم واحد عالميا، هتحقق فين بطولات في اي نادي تاني؟ لا لا وتاريخ كمان يا سهام، بيفضل تاريخ. النهارده الحمد لله رب العالمين احنا نزلنا، ده مش بفلوس طبعا. يعني ما زلنا، انا بتكلم على جيلي، جيل السبعينات اللي هو بدايه يعني الشعبيه وبدايه الجماهيريه اللي اتعملت من جيلنا. يعني عايز اقول لك ان جيلنا ده كله نجوم لن تتقر، كل واحد ليه شخصيته، كل واحد ليه مستو، كل واحد ليه اداؤه، كل واحد بيحارب على انه يكون اساسي في النادي الاهلي، بيحارب انه يكون اساسي في منتخب مصر. وبعدين القاب افريقيه بقى، يعني انا بقول لحضرتك 84 اخذت لقب احسن ظهير ثالث في افريقيا وانا مش عارف، لكن نتاج السنين اللي انت بتلعبيها والمجهود اللي بتبذل والبطولات اللي انت بتحققها. بالظبط. في الاخر ربنا بيتوج لك الحاجات الحلوه دي. فمن ضمن الحاجات الجميله في جيلنا اللي هو بيعتبر من الاجيال اللي مش هتتعوض، ان احنا هاني لما كان بيجي المنتخب بيبعت للانديه الفاكس بتاع استدعاء اللعيبه، استدعاء اللعيبه 13 لعيب، حراس مرمى، 4 خط ظهر، 3 نص ملعب، 3 فراوده. يعني ايه دي الفرقه كلها حاجه. حاجه غريبه.